مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى عدد متجدد من برنامج السجان والذي تشاهدونه دائما عبر قناة الوطنية. كما تعودتم مشاهدينا الكرام، برنامج السجان بجرأته وبسطح عال لأول مرة في الجزائر ضيوف من لا أقول من طراز آخر أو من طراز عالي، لكنهم يخضعون إلى أسئلة جريئة يجيبون عنها لأول مرة. حلقة اليوم هي حلقة خاصة جدا، لا علاقة لها بالجرأة ولا بالأسئلة الجريئة أيضا. ضيفة من نوع خاص، كتلة من التحديات، كتلة من الطموح في هذه الحياة، مرت عبر الكثير من التجارب القاسية لأن الصحة غالية كما يقال، ولا يراها إلا تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراها إلا المرضى. اليوم معي أقول ممثلة إن صح التعبير، ممثلة مسرح، مكافحة من ولاية بجاية. أهلا بك، أسعد كثيرا بلقائك اليوم. نخلي لك أنت تقدمي نفسك للجمهور الجزائري. مرسي بوكو، سانفعني نون بليزير لي اليوم راني متواجدة معكم في هذا البلاتو. دونك أنا يا ملحة فاطمة جرمون من ولاية بجاية، في عمري 28 سنة، ممثلة ومنشطة. ولا طيب ملحة، أكيد جيتي اليوم لهذا البرنامج باش تحكي لي كثير من القصص صراو في حياتك. أنا ملحة متعود أنه أنا نجبد حياة الضيوف، لكن اليوم راح أخليك الحرية المطلقة تعبري فيها كما شئتي. تحكي لي في البداية، لأنه أنا لما عرفت قصتك، خاصة 15 عملية، أنك خضعتي ل 15 عملية جراحية، تعاني من مرض الهشاشة في العظام. هذا الشيء اللي خلاك أنك ما ربما لا تنمو بالطريقة الطبيعية. أيضا عندك قصص إن صح التعبير، أنه عندك 700 مليون في مستشفى بفرنسا. نعم. لكن ما عطاوكش التأشيرة باش تروح تقومي بالعملية اللي هي ربما زراعة العظام. طيب خليني نبدأ من البداية. نعم. كيفاش صرا الملحة هكذا؟ أنا عندي مرض، هو مرض نادر، جد نادر، سي لا مالادي دو لوبشتاين ولا مرض هشاشة العظام. ملي نقدروا نقولوا ملي ولدت، يعني اول مره تكسرت فيها كنت في الباسنه تاع الماء، كي كانت ما تدوش لي وهي ما فاقت ليش. كنت صغيره بزاف، 8 شهور 9 شهور هكاك اول خطره. بعدين يعني مشيت عام ولا عامين كي كنت صغيره، من ذلك الوقت ما زدتش مشيت. خليني ملحة نفهم أكثر وباش المشاهد يفهم أكثر. أنت كان في عمرك 8 شهور تكسرتي من رجلك. وي. كانت يماك تدوش فيك كما راكي تقولي. يماك ما فاقتش باللي أنت راكي تكسرتي من رجلك. نو، أنا كنت نعيط كيما كامل اللي بيبي، شغل حسبت باللي سي با، شغل جعت ولا كاش حاجة. كي رحت كي داتني عند الطبيب باش فاقت باللي تكسرت. كان أول تكسر لي في هذاك الوقت. طيب موراها كبرتي شوية وبريتي من هذاك الكسر؟ بيان سور بريت، مشيت هكاك عام ولا عامين، حتى وين وصلت عامين في عمري. من ذلك الوقت بديت نتكسر، غير نتكسر بلا ما نطيح، تما هكا فوجاست ولا حاجة تخلعني ولا نتكسر. يعني في هذا الكسر في غير في رجليه، يعني من الفوق ما كانش، غير في رجليه اللي عندي هذا الكسر. طيب يعني هذا المرض اكتشفتيه ولا اكتشفوه في داركم لما كنتي في عمرك عامين؟ وي. يعني يما جرات باش تعرف يعني كيف، حتى يعني نتكسر اشاك فوا نتكسر، باسكو تكسرت 15 ثاني من خطره. تكسرت من 15 من خطره. يعني مور العامين هذوك تكسرتي 15 خطره؟ وي. احكي لي كيفاش هادو 15 خطره مالحه؟ كاينين اللي شفيت عليهم، كاينين اللي ما شفيتش عليهم. تكسرت جوج خطرات على جال كفار، بون انا عندي لافوبي. جاز غير هكا كفار شفته خلعت تكسرت. تحركتي طحتي ولا ما تحركتش؟ ما والو، درت هكا تكسرت. يعني ربما الهشاشه تاع العظام لدرجه كبيره جدا. وي.
طيب هذا الشيء يمنعك انك تلتحقي بمقعد الدراسه؟ بون انا يا في هذاك الوقت كي ما كنتش نمشي ديجا بابا كان اشاك فما يقدرش شغل يديني اشاك فا ليكوليتو. بصح الاستاذ في الابتدائيه شغل يبعث لي ليكور للدار ويجيو عندي الدراري يقريوني في الدار شغل واش يقراو العشيه يجيو يقريوني في الدار شغل قريت الاستاذ يبعثهم يقول لهم روحوا قروا مالحه واش قرينا اليوم. صح قدمي له تحيه هذا الاستاذ تاعي استاذ عبد العزيز واستاذ المجيد نقول لكم نحبكم بزاف جامي ننساهم هادو الزوج. طيب موراها كيفاش تطورت الاحداث في حياتك؟ موراها هذه كانوا يجيو يقريوك في الدار ويبعثوا لك الدروس للدار. ومن بعد كي وصلت للسوام داروا لي اون انيك سبيسيالمون لا كلاس تاعي باسكو البريمير تاعنا قدام الدار. بصح وصل يعني في السوام ما تقدرش ماشي كيما البريمير بروغرام ساهل لي تو. بعثوا لي اون انيك وين نسكن حدا دارنا في البريمير داروا لي اون كلاس سبيسيال مع لي زيلاف ماشي وحدي. والاساتذه يجيو يقريو تماك يقريوني تماك. ومورا هذا التطور المتوسط وين راحت ليسي؟ رحت ليسي من تماك بديت مشوار واحد اخر باسكو ما كنتش نمشي كنت في الفوتوي رولون كي كنت نقرا في السويام كنت في الفوتوي رولون. ومن بعد انايا جي با ريستي لي برا كروزي باسكو لو ميدسان اللي كان يداويني قال لي ما بلي امبوسيبل نعاود نمشي. يعني هذا الطبيب اللي كان يداويك قال للام ديالك هذه مستحيل ونشفى فريمون كيفاه قالها شغل وقف هكا قدام الباب هي كانت تستنيك قدام الباب قالها يعني ما تحوسوش على دي سوا ولا باسكو هذا المرض هكا تقعد هكا زعما امبوسيبل تعاود تولي تمشي. وانا زعما الحاجه اللي زعما نقول الحمد لله سيكو عطى لي بابا ويما كي كنت صغيره فريمون وقفوا فريمون معايا بابا ميم با ما خلانيش ميم با نقعد في الدار شغل دخلني الكشافه الاسلاميه الجزائريه هو ديجا سان ارتيست دوكو قال لي لازم ما لازمش وكنت قاعده في الدار شغل ما تقراي ما تعرفي ما ديري ما والو. عطاني واحد الثقه باش تولي عندي ثقه في نفسي. وبعد الثانويه او خليني نقول واش خممتي مورا قال لك الطبيب هذاك الكلام فثر انا ديجا شغل جي بيردو ليسبوار كاريمون جي بيردو ليسبوار كاريمون. ومن بعد سيتي غراس ا ان ميدسان لي فريمون جامي ننسى خيرو. بون سي با ان ميدسان سي ان امي جدي سي ان امي سي ان تري تري بون امي ولا ان امي لي فريمون قال لي جو سوي لا جوسكا يعني وين نهار وين راح توقفي بيان اي تو بدون تعوج بدون يعني فوالا دونك عاودت درت تانيك عمليات اشاك فوا نروح ندير اوبيراسيون وليت زعما تلمو على بالي واش جوزو ولديه واش يعني واش عاشوا معايا باسكو فريمون باش يكون عندك هذا المرض فريمون سي اون غروند ريسبونسابيلتي لازم يما دائما كي تكون صغير شغل ما تقدرش تتحكم بروحك كبير كوم ما يقدر يعرف باللي ما لازمش يدير هكا ما لازمش يدير هكا. بصح كي كنت صغيره شغل فريمون كنت نبغي نلعب كي نشوفهم يروحوا للبحر نبغي نروح معاهم للبحر كي ايا وليت كشغل كي بديت نعرف كي كنت في الليسي كي يعني هذا الميدسان قال لي جو سوي لا اشاك فوا نروح ندير انترفونسيون ما نقول حتى واحد حتى نخرج من البلوك نعيط ليما نقول لهم راني في لوبيتال اذا بغيتو تجيبوا لي بلاطو تاع البيض راني في لوبيتال مرحبا بكم سينو جامي نقول لهم قبل جامي نقلقهم جامي ديجا انا وليت بزاف نتقلق على هذا الشيء وليت ما نحكي حتى واحد بلي راح نروح ندير انترفونسيون. ملحة تعرضتي لكاش خطأ طبي؟ نعم في هذو كامل العمليات سؤال فقط يعني نعم. إذا كان فيه أخطاء طبية كي كنت صغيرة ديجا داروا لي لي بروش هذوك لي بروش هذوك سون با إلاستيك دونك اللي خلاني من لا كروسونس تاعي ما نموش وزيد خطأ واحد آخر اللي فريمون كركب لي حياتي. هو العام اللي فات في ديسمبر لو 10 ديسمبر 2022 دونك طحت وتكسرت يعني كسر نورمال
يعني ملي زعما سقمت حياتي وليت نمشي وليت مع لي زاكتيفيتي تاوعي وليت ندير واش نحب وليت تري تري اكتيف طحت كسات نورمال هي داروا لي اوبيراسيون لي ما نجحتش اوكي انا يم كي وصلت تماك لهذاك لوبيتاج جيتي كوم ان بيبي اي جيتي كوم اون في فريمون لي شغل نعرف روحي شغل جو سوي في لي فريمون قريت ولي فريمون حوست على هاد لا مالادي واش معناتها هاد لا مالادي لا مالادي لو شتان سي كوا شغل فريمون جي في فريمون دي ريشيرش وليت نعرف واش انا نعرف روحي انا نقول لك واش بيا بلا ما يقول لي طبيب انا نقول لك بلي كاين هذا كاين هذا كي وصلت تماك فريمون جو لي اكسبليكي مون كا نقول له هذا بالك هذا هكا تكسرت هكا في هذيك البلاصه اي توش نهضر له لهذاك الميديسان سي كوم سي واحد ما على باليش كيفا اي ديجا خرجت من البلوك فتحت عينيا مازال ما تنحاتش لانستيزي قلت لي ما على بالي بلي كاينه حاجه غير فقت مازال من باي هذيك لانستيزي مازال ما تنحاتش. طيب الحف ايضا كي كنتي صغيره عانيتي بلاك نقولوا من في المدرسه ولا في الحي بلاك من كلام كلام الاطفال خلينا حتى ما نقولش الكبار نقول الاطفال الحوايج اللي بلاك ما خلاوكش تروحي تزيدي تكملي قرايتك اون فات انا يا بون كي نهضروا على التنمر انا عندي واحد الكونفيونس في روحي زعما حتى حاجه ما تقدر تقيسني اي انسان يقول لي كلام نقول له اوكي ميرسي بوكو سي جونتي حتى كلمه لو كانت تقول واش تقول بصح الولاد صغار كيشوفوك بهذيك النظره وكيضحكوا كيضحك واحد تقدر تكونترولي روحك كيضحكوا زوج بتات تقدر تكونترولي روحك بصح ثلاثه اربعه خمسه ما تقدرش والحاجه اللي فريمون تغيظك والديهم كيشوفوهم هكا كيضحكوا وليو كي يفهموهم في هاد الحياه انا باغ اكزومبل كان يولي عند يكون عندي دراري نفهموا نقولوا بلي كاين واحد قصير واحد سمين واحد طويل واحد عنده يدين واحد ما عندوش رجليه واحد ما عندوش عين واحد يشوف خلق واحد ربي يشوف خلق ربي سبحانه تما هنا لازم الوالدين يلعبوا الدور الدور تاعهم هنا يشوفوهم هكا كيضحكوا يديوهم هكا يجلقعوا في يديهم ما يفهموهمش الطفل لازم يفهم لازم يعرف باسكو اذا ما كانش والديه شكون راح يقول له تما راح يكمل في هذاك الشيء انا بتاتخ ما يقيسنيش بصح كاين انسان انا نعرف طفله عندها 8 سنين ما خرجتش من الدار والسبب السبب هو التنمر قاسوها بكلمه اوكو كانت فريمون جيني في لي زيتود تاعها تقرا 8 سنين ما خرجتش ما كان حتى تواصل بيني وبينها اوكي كنا نهضروا ونقصروا ويدو لكن ملحنا نتساءل الان نشوف فيك ونتساءل ما كاين حتى حاجه تدعو للتنمر عليك انسانه جميله وراقيه مثقفه ومتعلمه تعرفي تهضري يعني ما كاين حتى شيء ينقصك باش يتنمروا عليك يعني إنسانة عادية جدا إنسانة مثلك مثلي مثل أي إنسان آخر وبدون مجاملة مانيش نقول في هذه باش بلك تفهميها بلي أني نطلع لك في المورا والله كلام من قلبي يعني أنا ديجا أصلا قبل ما يتنمروا علي الناس أنا نتنمر على روحي قبل ما يقيسني واحد أنا نقيس روحي بروحي هاد الشيء كامل شغل نعرف روحي نعرف واش بيا فريمون انا ديجا نقول كي يقول لي واحد قصيره ولا نقول له معليش مي ترا واش وينكم انا نتنمر على روحي قبل ما يتنمروا عليا شابه ولا ماشي شابه قصيره ولا ماشي قصيره خليق ربي انا نشوف الناس كامل شابين نشوف كامل الناس نورمال عاديين نشوفهم كامل كيف انا ما كانش هذاك التمييز بلي هذا 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 واكره حاجه عندي يقول لي واحد ما تقدريش ديري هادشي نقدر ندير كلش كلشي نديرو مامسي بهاد الحالة مامسي زعما يقولوا لي بلاكي أكره حاجة تاني كيقول لي بلاكي صرا لك حاجة كاش حاجة خليني تصرا لي هذيك الحاجة صرات ما صراتش الحمد لله راني باغية نجرب راني باغية نفوت على كلشي. طيب ملحة نروحوا للموضوع تاع العملية الجراحية في
في في فرنسا اللي كانت ربما اللي عاونوك فيها الناس وطموا لك 700 مليون. علاش ما رحتيش للمستشفى هذا في فرنسا باش تقومي بزراعة العظام؟ هو أنه يعني نشكر كامل الناس اللي عاونوني، جامي ننسى خيرهم، وجمعنا دراهم، جمعتهم في أوت وخلصت لوبيتال في سبتمبر. يعني الدراهم هادو الآن راهم في مستشفى في فرنسا؟ في المستشفى في فرنسا. كي رحت باش ندموندي الفيزا حبسوا لي فيزا ميديكال اللي يعني في فرنسا، وهاد العملية جد خطيرة، ماشي حاجة سهلة، باسكو بهاد لو كان زعما إنسان ما عندوش هاد المرض بوتيتر، بصح بهاد المرض فريمون سي ان بو ديفيسيل. جي ايسيي في الاسباني تو دايور اي مون فوي ان بابي لازم نسيني كون كوا سيت اوبيراسيون لي فريمون ريسكي، اذا كاش ما كاين تتحمل المسؤوليه. اليوم جاتك الفرصه باش توجهي رسالتك للجهات المعنيه المعنيه بهذه التاشيرات، واش راح تقولي لهم اليوم مالها؟ يعني نتمنى منهم فريمون دراهم واجدين، انا راني واجده moralement, physiquement, sincèrement. Ce qui me reste, c'est que j'ai envie vraiment de reprendre ma vie. Alors, je ne veux pas tous les hiatis normales, parce que Hakam, vraiment, c'est difficile. Donc, je veux vraiment que je me طيب طيب وأنا أيضا أوجه رسالة للجهات المعنية للنظر في قضية الفتاة مالحة، لأنه تقول باللي 700 مليون تاعي راهم في فرنسا في المستشفى الفرنسي، دفعتهم للمستشفى، لكن تم توقيف التأشيرات تاع العلاج إلى فرنسا، فيرجى من الجهات المعنية التدخل سريعا في قضية هذه الفتاة، وهذا واجب إنساني بالدرجة الأولى، لأنه هذه تعتبر أخت وبنت وبنت الجزائر أيضا بالأول والأخير. ملحة، نروح شوية للأهل والأقارب. نعم. يعني قلت لي الوالد والوالدة وقفوا معك وما خلوكش ولو دقيقة في حياتك، بالمقابل هل أيضا العائلة القريبين ولا البعيدين كما قادرين يسبوا لك أشياء جميلة بلك يسبوا لك أشياء سيئة؟ أنا صراحة يعني الأم والأب et bien sûr mes soeurs et mon frère وعمي ومرت عمي وكوتي تاع ما مير aussi voilà ils c'est des gens vraiment لي نشكرهم نقولهم يعطيكم الصحة يدو، باسكو على شاك فوا يلو كان واحد يهز تليفون يقول لك الو وي سا فا تو فا بيان تفرح سي لو بلوز امبورطون كيما نقولوا. وعم تاعي تاني تعب فريمون كي كنت صغيرة، باسكو يعني الاب تاعي ما كانش عنده لي مويان، اي عمي كان فريمون جيتي سا في كيما بنتو كيما يقولوا، شامي ننسى خيرهم، والاخرين ربي يهديهم. كلمة ربي يهديهم هذه مالحة تحمل في طياتها الكثير، خاصة أنه على بالي أنه كنت ربما على موعد مع الزواج، خليني نقول الزواج حتى ما نقولش علاقة حب أو غرام أو كذا، لأنه العلاقة اللي كانت تربطك مع إنسان آخر هو تجيب بزاف الخبر أيمن من أحد المشاهير أيضا، يعني شخصية مشهورة. نعم. وربما هو أيضا من ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. لكن الأهل تاعو رفضوا الأخت. أنه الأخت ديالو رفضت أنك أنه يتزوج بك. احكي لي هذه القصة مالحة، علاش سبب الرفض؟ سبب الرفض كان يعني أنا وياه كنا متفاهمين، بون سي اون بون بيرسون لي فوالا إنسان ديجا معروف كيما قلت، راك جبت كامل الأخبار. و الاخت تاعو قالت له كيف تتزوج من وحده من لا ميم كاتيجوري شكون اللي راح يرفض الاخر؟ اكزاكت هكا قالت له، قالت له يعني كيفاش تتزوج بوحده من نفس او انسانه كيما انت؟ وي انا نظن في هذه القضيه انه هذه الانسانه هي الناقصه. يعني أيمن أنا نقول لك صراحة، يعني أنا ما نشوفش بلي واحد فيه ولا واحد ما فيهش، فيه ولا ما فيهش، هذاك الإنسان راه قابل، الإنسان هذيك قابلة يتحملوا
أكيد. مسؤولية تاعهم وكل شيء كل شيء تانيك مكتوب كل شيء كل شيء تانيك مكتوب وفي أي بيت ما كانش واحد قادر ولا ما قادرش لازم هذيك المعاونة تكون تما لو كان بعد أنت جرحتك هذا الحادثة وقررت تعيشي وحدك دوبي هذاك الوقت يعني جي بري لا ديسيجن نخرج بدار وحدي باش نتكل على روحي باش نعرف مسؤوليات تاع الدار واش هي باش نعرف بلي واش نقدر ندير واش ما نقدرش ندير والحمد لله يا ربي درتهم كامل ولحد الساعة مازالك تعيشي وحدك وي. كارية دارك وحدك كل شيء وحدي هذه كامل زكارة فيهم كي قالوك بلي ما تقدريش ديري دار في الاول كانت زكارة بصح من بعد قلت الحمد لله يا ربي يعني مون بير اي ما مير اي زيتي كومبريونسيف في هاد السوجي باسكو باش الطفله تقول لك يعني في هاد لا كاتيجوري باش تقول لك راح نخرج دار وحدي نروح نكري ولا بعدين ما على باليش يكون عندها لوجمون دو فونكسيون ولا جو سي با كوا سي ان بو يعني تقول لك طفله نروح نخرج من دار بصح الحمد لله يا ربي بابا كي فهمت ويما كي فهمتهم قالوا لي علي فازي روحي الحمد لله الحمد لله ما الحال الان اكيد عندك طموح كبير وزيدي تحقي اكثر لانه قريتي وخدمتي ومثلتي في المسرح وطحتي ونطتي وكافحتي اكيد عندك احلام كبيره باش تحقيها وتثبتي انك انسانه عاديه وهذا انا ما راني نشوف فيه كاين ناس ربما اللي يقولوا كلام هذا ماشي مليح ما خدموا والو في حياتهم بالك القرايه وما قراوها عكسك انت انسانه كافحتي وراكي الحمد لله يعني ما كانش كلمة أكثر من الحمد لله عندي قوة أكثر من اللي من القوة اللي كانت قبل وهذا الشيء بفضل الناس اللي فريمون انكوراجيوني يقولوا لي زدمي ما تخافيش روحي برك أي حاجة بغيتي ديريها ديريها طيحي وعاودي نوضي رانا موراك بصح ماشي كامل الناس بيان سور لي فريمون يحبوني لي فريمون يعزوني اللي فريمون يعيطوا لي شاك جور اللي فريمون دائما مورايا يقولوا لي روحي الزدمي ما تخافيش وفريمون فريمون فريمون شغل هاد العام اللي فريمون راح لي دخلت في واحد المومون دخلت في اكتئاب وين نبكي 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 نقول علاش نبكي نبكي غير نبكي نقول بوركوا علاش علاش تلمون جوزت هذوك سنين قعدت 15 سنة ما مسيت 15 عملية 15 مرة تكسرت فيها وزدت هذا العام شغل هذا العام شغل حسيت باللي أنا عمت لهذاك الشيء شغل أنا نقول علاش يعني جي با كريي أوفون وين زعما ديوني عند الميدسان تاعي علاش شغل لو كان كنت عندي في هذاك الوقت لو كان ماشي الوجع هذاك كان ماشي ستار هذاك شغل فريمون نروح وحدي كيما قلت لك نروح ندير انترفونسيون حتى واحد ما على باله حتى نخرج نتحمل المسؤوليات تاع هذيك الانترفونسيون وحدي حتى نخرج من البلوك ان شاء الله مالحه كيما اليوم وتعاودي تولي عندي وانت تمشي وتقولي باللي درت عمليه ونجحت ان شاء الله ربي يوفقك وان شاء الله دائما تبقاي بهذه الشجاعه تاعك ان شاء الله لانه نستلهم من امثالك هذا القوه وهذا الصبر وهذا الاستمراريه انه نحقق احلامنا ملحه خلينا نقول لك صحه رمضانك نخلي لك حريه الختام ملحه لانه انا كل الكلمات والله في حضرتك غابت لانه اعطيتيني شجاعه على كل حال اعطيتيني قوه اضافيه خليت حريه الختام لمتابعيك انت للشعب الجزائري كامل واش تقولي لهم نقولكم ميرسي بوكو جو ريميرسي كامل الناس اللي عاونوني كامل الناس اللي وقفوا معايا كل واحد باسمه يعني سواء لا فامي سواء لي زامي سواء كامل الناس واللي غلط معايا ما نسامحوش انا انسانه ما نسامحش ديجا صارت حكيت لك بلي خرجوا عليا افي دي سي هذاك النهار ديجا ديبريميت اللي غلط معايا ما نسامحوش باسكو فريمون قاسوني بزاف وكاين ربي نقول لكم ميرسي بوكو ان شاء الله يا ربي نولي على رجليا كيما قلت ميرسي بوكو ان شاء الله يا ربي كل التوفيق لك يا ملحه ان شاء الله
مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية عددنا لنهار اليوم مع طموح المناضلة مالحة، هذه الشابة التي مررت عدة رسائل اليوم إلى كل المجتمع الجزائري للتوقف عن ظاهرة التنمر والكلام الجارح في حق الأصحاء والمرضى، لأن هذه لا تمثل أخلاق المجتمع الجزائري ولا أخلاق الإنسان المسلم الذي يؤذي أخاه المسلم بكلام، لأنه الكلام كلام قبيح راح يطلع من لسانك، لما لا يكون في ذلك أو في مكان ذلك الكلام كلام طيب، كلام تشجيع، كلام ربما الوقع تاعو في قلبه يكون عنده نتيجة إيجابية. على كل حال، رمضان كريم، تحية لكم، ونلتقي بكم في عدد قادم بحول الله مع ضيوف آخرين. تقبلوا تحياتي أنا وكل الطاقم العامل بهذا البرنامج، إلى اللقاء.